من الأمور الحساسة جدا في شهر رمضان هو صيام كبار السن، فقد يكون صعب وشاق لمن يعاني من الأمراض المزمنة أو أمراض الشيخوخة. فمتى يكون مسموح لهم الصيام؟ متى يكون ممنوع؟ وإيش أهم النصائح الواجب اتباعها خاصة لكبار السن؟ حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر سكايب الدكتور عواد الزايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع. مساك الله بالخير دكتور عواد. مساكم الله بالنور، يا هلا ومرحبا، حياكم الله. حياك الله. اليوم اللقاء استثنائي ترى، من وسط الربيع في الشمال. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أولا اسمح لي أقول لك إن شاء الله يعني رمضان كريم وينعاد عليك وعلى كل المشاهدين بالخير والبركة. وكوننا بدأنا نتحدث الآن عن الصيام ونستعد نفسيا ومعنويا ودينيا، يعني ونقول للناس إن شاء الله الله يتقبل منكم كل عباداتكم وقيامكم وصيامكم. نتكلم اليوم دكتور عن كبار السن، اللي دائما ما نجي نتساءل في رمضان وخاصة إذا كان هناك من يقوم برعايتهم، هل أسمح لأبي بالصيام أو لا أسمح له؟ وتلقى كبير السن إلا بصوم وهو قد لا يكون قادر على الصيام، متى أقدر أقول أني بخلي أبوي يصوم؟ ممتاز. أول شيء نقول كل عام وأنتم بخير، ورمضان إن شاء الله مبارك على الجميع وعلى كبار السن تحديدا، آباءنا وأمهاتنا، والله يعطيهم الصحة والعافية. طبعا الصيام في رمضان بشكل عام هو مباح للجميع دينيا وصحيا، لكن احنا نتكلم على الصيام صحيا، وهذا شغلتنا وتخصصنا. الأمور الدينية نتركها لأهل الدين. الأصل أنه الكل يصوم، الأصل مين اللي ما يقدر يصوم مين اللي يقدر يصوم، هذه حديث الطبيب بشكل عام. لكن احنا نقول يعني هل لما يجيني سؤال مباشر، هل اقدر اخلي ابوي يصوم، هل اقدر اخلي امي تصوم، او لما يجيني مريض او كبير سن، انا ما احب اقول كلمه مريض على كبار السن، لما يجيني كبير السن يقول هل انا اقدر اصوم، ما فيه جواب عام للجميع. فيه شخص عمره 90 سنه واقول له صوم، فيه شخص عمره 60 سنه اقول له ما تصوم، لاسباب تخصه هو، ما هو شيء بشكل عام. اذا كان هذا استاذ لبنى جواب لسؤالك تحديدا، فأنا أقول ما في شيء عام للجميع، لكل شخص خصوصية، لأنه نعم، لأنه كل شخص بيختلف خصوصا كبار السن. يعني زي ما قلت ما شاء الله في بعضهم بيكونوا بصحة وعافية ونشاط ويمارسوا الرياضة ويأكلوا أكل صحي وما عندهم أي أمراض مزمنة، فما شاء الله حاجة جميلة إنهم بيقدروا يصوموا. ولكن في بعض كبار السن بيعانوا من أمراض مزمنة، يعني مثلا مريض السكري اللي ما شاء الله كبير في السن وعنده مشكلة في السكر وتوازن السكر في الدم، بعضهم يصمم إنه يصوم رمضان ويعرض نفسه للخطر، برغم إنه يكون فيه عنده توجيهات من الطبيب إنك لازم مثلا تأخذ الأنسولين أو إنك تخفف عن نفسك وإنك يعني تسوي كفارة وإنك يعني لا تصوم هذه الأيام لأنه هذه ممكن تأثر على صحتك. البعض بيشوفوا إنه لا، يصمم إنه يكمل الصيام أو يصمم إنه يصوم الشهر كامل، أو ما يدي نفسه مجال إنه والله أنا ممكن أصوم بس أشوف نفسي أشوف صحتي، وما ما يقيس السكر، ما يتابع مع الدكتور، فهذا شيء مرة صعب. موضوع انه كبار السن اننا احنا نقنعهم يا بابا او يا جدي لا تصوم، ترى انت صحتك ما تسمح وربنا عفا وكذا، في بدائل اخرى لا، تلاقيهم يصمموا وتلاقيهم انه مثلا عندهم شهر. وانا اتفهم طبعا، نتفهم انه صيام شهر رمضان وصيام الشهر الفضيل شيء مهم لنا كلنا كمسلمين، خصوصا ليهم هم انه كبار السن لازم يصوموا رمضان ولازم يكون كامل، وهذا شيء طبعا من ريم احيانا بنتواجه في مشكلة مع كبار السن. يعني أحيانا أنت تفضلت وقلتي مثلا مرضى السكري أو مرضى بعض الأمراض الأخرى أيضا اللي تحتاج اللي تستدعي علاج، تستدعي علاج مثلا كل 4 ساعات مزبوط. أو كل 6 ساعات، هذا هيمر عليه أكثر من الوقت هذا عشان يأخذ علاجه مزبوط. المشكلة هم حبايبي دائما ما عندهم أنه كم رمضان في السنة، أيوة. يعني عيدوا للعلاج حتى لو ما أخذ العلاج. ترى التعامل مع كبير السن في رمضان مش تعامل سلوكي فقط، هو تعامل نفسي حقيقي. ولازم اللي يتعاملوا معهم، لأنه بالنسبة لهم ترى قيمة الصيام قيمة عظيمة، وأنه هم يدخلوا في رمضان ويعز عليه ويزعل على نفسه مزبوط. أنه لما يجي رمضان وقاعدين يصوموا وأنت قاعد تكسر لي صيامي عشان علاج، ما يستوعبوها بهذا الشكل. فنتفهمهم جدا، ويا سلام لو نلقى بدائل، لأنه يعني صحيح ممكن تكون حالته الصحية ما تتحمل، ولكن تلعب بطريقة أخرى، إذا نظام غذائي مختلف، إذا طريقة جرعات مختلفة، لأن ترى هم هذا يعني لهم جدا. وأنا أحب دائما ما أخذ في الاعتبار
الجانب النفسي لكبار السن وخاصة في رمضان يستنون من السنة للسنة. خصوصا ما كمان إنهم يغيروا نظام حياتهم ونومهم، يعني مثلا برضه هم ما زالوا يناموا بدري ويصحوا من بدري الصباح، فبيقعد فترة الصباح الظهر العصر هذه كلها فترة طويلة ما بياخذ لا علاج ولا الدواء، خصوصا إذا كان مريض سكري أو ضغط أو القلب وغيره. أنت دائما إحنا المشكلة اللي دائما ما نستوعبها مع كبار السن في رمضان إنه هو الموضوع عامل نفسي وعامل اجتماعي، وخاصة أنت عارفة خليك من موضوع الصيام، التراويح ما تلقينهم كمان يعني في العادة تجي تقاومي، يعني ما يقدر يخرج من برا البيت لتعب يقول لك لا وديني للتراويح. طبعا الصلاة مهمة، فأنا برأيي اللي يقدر إنه هو يعمل شيء وإذا نقدر إحنا نساعدهم، وهذا هو هذا اللي يقدر يعمل شيء طبعاً. يجبر فيه خاطر كبير السن في رمضان سوي، لو تشيله شيل على ظهرك وتوديه المسجد مصبوع. والله العظيم إن أجرها يعني يمكن يواكب أجر كل صلاتك وقيامك، إنك تجبر بخاطر كبير في السن يصلي أو يصوم أو يتعبد أو يقرأ القرآن قد ما تقدروا، لأن رمضان يعني لهم يعني لهم يعني كثير طبعا. الله يعيده علينا وعليهم. دكتور عواد الذايدي شكرا لوجودك معنا وشكرا على هذه المداخلة اليوم. مشاهدينا فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل تقول رأيك اليوم، ما الفرق بين غيرة المرأة وغيرة الرجل؟